اكيد نفضلوا ديازال خير من ليسونس. نفضل ديازال. حدا بين ديازال يا. ديازال نفضل خير. كلمة واحدة تردد صداها في كامل أرجاء سوق تجلابين للسيارات المستعملة، فسيارات الديازل أو التي تسير بالمازوت هي معشوقة الجزائريين على الدوام. كامل الجزائريين فضلوا الديازل باسكو ليسونس غالي، فاهم يا. تمشي بكروسة ديازل ما تقاملكش، ولا المشي خير من ليسونس يا. أنا واحد نحوس على المازوت باسكو رخيص، ليسونس ما نطيقلوش غالي. راك فاهم؟ والناس قاعد تحوس على المازوت، يطيق يشري مازوت غالي شويه، مي بصح كيما نقولوا كيمشي يمشي مرتاح. رواد السوق من باعة ومشترين استغربوا حصر استيراد السيارات المستعملة اقل من 3 سنوات في السيارات التي تسير بالبنزين فقط. تاع ليسونس قرار تاع قانون الماليه هذا، كلي ما داروا والو، سما كيدخلوا لي ليسونس تاع تروازون، سما ما داروا والو، كان دخلوا المازوت بالك فيها قوي. صحية الأخرى ما في رأيي القرار هذا ماشي قرار غير صالح، هذا بيا يديروا ديازل وليسونس في زوج. القرار هذا ما هي محتاجية داره باش يديروه برك، ما مش حينجح باسكو طوموبيل ايسونس تقام لك غالية كي تجيبها لهم. تغيير قرار استيراد السيارات المستعملة وتوسيعه ليشمل كلا النوعين أو خفض سعر البنزين هي أهم مطالب المواطنين. لازم يخفضوا ليسونس، يرجعوا 15 فرنك دينار باش نشريو ليسونس. انا 400 دوسو هكذا يدير 400 دوسو. انا كي نشري طوموبيل 200 واش ونشري ليسونس 400 دوسو، ما عرفتش خرجت فيها. المواطن يحوس حاجه يخرج عليه ديازل ويطيق يلقى عجل كرارس الاغلبيه ديازل صافي، يطيق يلقى يعني الشيء اللي عنده يطيق يشري. بصح ليسونس يحتم لك انت يا اسما وليد، يحتم لك تشري ليسونس، وليسونس ما كاش واش مكرس تاع ليسونس. بعد اقرار استيراد السيارات المستعمله التي تسير بالبنزين فقط، ها هم الجزائريون يردون بصوت واحد نريد سيارات المازوت، وضع ينذر بفشل قرار استيراد السيارات المستعمله حتى قبل بدايته.